السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي يا سنه، عاملين ايه؟ اخباركم؟ كده احنا خلصنا السيشن اللي فاتت، يونت 2، اتكلمنا فيها عن هي كوندكشن وميجرينج تمبريتشر. النهارده باذن الله هنبدا في يونت 3، هتكلمنا عن الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي، وهناخد فيها 3 جازز. اول جاز اسمه اكسجين جاز، ثاني جاز ذا كربون ديوكسيد، وثالث جاز النيتروجين جاز. ان شاء الله النهارده هنبتدي بالاكسجين جاز ليسون 1. بدايه كده قبل ما نعرف كل جاز ونتكلم عنه، لازم نعرف يعني ايه اتموسفير. الاتموسفير ده يا سنه 6 عباره عن ميكستشر اوف جازز، مجموعه جاز على بعض مخلوطه مع بعضها، بتعمل سراوندنج للارث، بتحيط بالكره الارضيه زي غلاف كده بيغطي الكره الارضيه كلها. طب ليه؟ ايه الفانكشن بتاعت الاتموسفير؟ ايه الامبورتنس بتاعته؟ ليه تو فانكشن او تو امبورتنس، بيجوا دايما في منشنز فانكشن او جيف ريزون. طب نقول الديفينيشن بتاع الاتموسفير تاني، ميكستشر اوف ديفرنت جازز سراوندينج ذا ايرث. طب ازاي بيبقى سراوندينج ذا ايرث؟ ليه ما مثلا ما بيخرجش، ليه ما بيبعدش عن الارث؟ لان في اتراكشن فورس او اتراكت باي جرافيتي، في جرافيشنال فورس، قوه جاذب بتجذبه ناحيه الكره الارضيه عشان ما يبعدش عنها ويفضل سراوندينج ذا ايه، ذا ايرث كروست. الاتموسفير ديفينيت الفانكشن بتاعته او امبورتنس، اول حاجه بروتكت ذا ايرث فروم الترا فايلت راديشن، الاشعه الفوق البنفسجيه دي فيري فيري هارمفول، ضاره جدا، والاشعه دي بتبقى جايه الالترا فايلت راديشن دي او الالترا فايلت ريز بتبقى جايه من الصن. يبقى مين اللي بيعمل بروتكت اس من الالترا فايلت ريز؟ الايه، الاتموسفير، بيحمينا منها ان هو بيبعدها عننا. يعني طبعا دي بالاوزون لاير بتعمل ابزورب للالترا فايلت راديشن، وعشان خش عشان خاطر ما تخشش الايرث كراست او ما تخشش الارض واحنا نتاذي بيها. نمبر 2 هنتعرض للاوزون لير دي بس تاني، بس يعني بعد شويه من الدرس. نمبر 2 ادجست تمبريتشر اوف ايرث، ان هو بيظبط درجه حراره الجو، طبعا ما يبقاش في منطقه فيري كولد ومنطقه ايه فيري هوت. يبقى نمبر 1 بروتكت ايرث فروم الترا فايلت ريز، اند نمبر 2 ادجست تمبريتشر اوف ذا ايرث. طبعا عارفين ان احنا عندنا الاير بتاعنا الهواء very 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 harmful، ضار جدا، وبيبقى فيه بليوتانس كتير قوي. ايه هي بليوتانس او ملوثات الاير اللي بتاذي الاير وبتخليه مش نظيف؟ طبعا الاير contains smog، في دخان، في دست، تراب، دي الاير بليوتانس. but they cause condensation of water vapor in rains and snow. السموك والدست ده يا سنه رابعه يا سنه سته سوري، يعمل condensation of water vapor، بيخلي الwater vapor اللي موجودة في الاتموسفير او اللي موجودة في الجو تتحول لwater rains، تتحول لأمطار. يبقى السموك والدست particles تتحول لrains او snow، لان بتعمل condensation of water vapor اللي موجود في الجو. طبعا السموك والدست دول very harmful، they are from the air pollutants but they have an important، ليهم اهمية. ايه هم الاهمية بتاعتهم تاني؟ تعمل condensation of water vapor، وبتخلي الwater vapor يتحول لايه، لرينز او سنو، طبعا في البلاد الايه اللي هي القطبيه. ايه بقى مكونات الاتموسفير؟ بيتكون من ايه الكومبوننتس في الاتموسفير؟ اول حاجه النيتروجين، النسبه بتاعته او البرسنتج بتاعته في الكومبليت بتبقى ايه، هي البرسنتج اوف نيتروجين 78 اوف ذا اتموسفير، ودي طبعا ذا موست اباندنت جاز، اكبر جاز بالنسبه موجوده في الاتموسفير زي ما انتم شايفين اكبر رقم. الاكسجين 21 و21 دي طبعا تقريبا 1 over 5 of the percentage of the atmosphere. وعندنا الكربون ديوكسيد جاز والووتر فيبول والاذر جازز، كل ده على بعضه 1% of the atmosphere. يبقى زي ما انتم شايفين كده مين ذا موست اباندنت جاز، اكتر غاز منتشر ونسبته كبيره جدا، النيتروجين، بعد كده الاكسجين والكربون ديوكسيد والووتر فيبول والاذر جازز، كل ده على بعضه 1%. دي بتيجي دايما في كومبليت وتشوز، خلي بالك. الأكسجين اللي هو نسبته 21% of the atmosphere أو 1 over 5 of the volume of air. structure بتاعه بيتكون من 2 atoms، يعني 2 ذرة صغيرة، لما ال 2 atoms زي ما انتم شايفين يعملوا combine يتحدوا مع بعض بيديني ال O2، يبقى O plus O طبيعي تبقى O2. ال O2 ده هسميه أكسجين مولكيول، وال O لوحدها هتبقى أكسجين atom. يبقى أنا عندي أكسجين atom plus أكسجين atom بيديني O2 اللي هي أكسجين مولكيول. يبقى the oxygen molecule consists of two oxygen atoms. خلاص؟ طب دلوقتي انا عايزه اعرف الاكسجين ده بيجي منين؟ ايه مصدره؟ sources of oxygen. the main source of oxygen in our life is the green plant.
النبات هو المين سورس اوف اكسجين، اهم سورس للاكسجين المين بلانتس. ليه المين بلانتس؟ الجرين بلانتس تدينا من بتجيب من الاكسجين، بتديهولنا ازاي؟ الجرين بلانتس بتعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس، وخدنا عنها تنويه في سنه رابعه ان الجرين بلانتس بتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس اللي هو اللي بتحتاج فيها ثلاث حاجات وهنقولهم دلوقتي حالا. مهم نعرف ان المين سورس اوف اكسجين هي جرين بلانتس. طب ازاي؟ during photosynthesis process البلانت بيعمل absorb بيمتص ثلاث حاجات water and minerals او water and salts من السويل، بياخد من التربة اللي احنا بنكون زرعينه فيها water وminerals مية واملاح معدنية وفيتامينات بياخدها بيحتاجها من السويل. تاني حاجة بياخد الكربون ديوكسيد جاز من الاير من الهواء. تالت حاجة بياخد sunlight ضوء الشمس من الصن طبعا معروف، ياخد كل التلاتة دول ويعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى الفوتوسينثيسيس بروسيس دي عملية تصنيع الأكل بتاعه. خلاص عمل الفوتوسينثيسيس بروسيس يديني تو برودكت ناتجين، الفود الأكل بتاعه، وبيديني ايه كمان؟ الفود او النيوترينتس المواد الغذائية بتاعته، وبيديني الأكسجين جاز. تعالي نعيد الكلام ده تاني، مين هو المين سورس اوف اكسجين، اهم مصدر الأكسجين؟ الجرين بلانتس. طب ازاي الجرين بلانتس بتديني اكسجين؟ باي فوتوسينثيسيس بروسيس، بتعمل الفوتوسينثيسيس. طب ازاي الفوتوسينثيسيس بتحصل؟ البلانت بيعمل ابزورب بثلاث حاجات، اول حاجه الاكسجين جاز الكربون ديوكسيد جاز سوري، تاني حاجه الووتر اند مينرالز، وتالت حاجه الصن لايت. الكربون ديوكسيد جاز منين؟ من الاير. الووتر اند مينرالز منين؟ من السويل. والصن لايت طبعا من الصن. ياخد التلاتة يعمل الفوتوسينثيسيس give us oxygen and nutrients، والنيوترينتس دي الفود بتاع البلانت. يبقى اساسا البلانت بيعمل الفوتوسينثيسيس عشان يجيب الفود لنفسه ويتغذى. يجي سؤال يقول لك give reason ليه الاكسجين fixed ratio نسبته ثابته ليه في الهواء؟ احنا كل يوم كل دقيقه بنتنفس، كل ثانيه بنتنفس، كل living organism بيتنفس، الانسان بيتنفس والبلانت بيتنفس والانيمالز بتتنفس، كلنا بنعمل respiration process. ازاي الاكسجين نسبته ما بتقلش مع مرور الوقت؟ ايه اللي بيعوضها؟ ايه اللي بيخليها ثابته fixed in the atmosphere؟ طبعا هنقول ان البلانت بيساعدنا ان هو بيعمل compensation وبيعوض النقص بتاع الاكسجين اللي كل living organisms بتاخده. يبقى بلانت بيعمل compensation of oxygen، بيجيب الاكسجين منين البلانت؟ مين اللي مركز معايا يعرف يجاوب؟ طبعا من البروسيس اسمها ايه؟ فوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى بلانت ميك فوتوسينثيسيس بروسيس تو كومبنسيت ذا اكسجين. يبقى هنقول الانسر ان الاكسجين جاز كونسيومد ان ريسبيريشن اند كومبشن، احنا بنستهلكه في الريسبيريشن في الكومبشن بروسيس اللي هي في التنفس وفي عمليات الحرق. ده بيتعوض بالفوتوسينثيسيس بروسيس اللي البلانت بيعملها، فيديني الاكسجين بدل اللي انا خدته او بدل اي ليفنج اورجانيزم خلاص اتنفسه او استخدمه في الكومباشن بروسيس. خلاص تمام. طبعا بيقول لك ايه الكيميكال ايكويشن دي مش مهم مش عليكم. عندنا بعد كده الاكتيفيتي تو بروف ذات ذا برسنتج اوف اكسجين ان اير 1/5. ايه هي الستيبس؟ اول حاجه هنجيب فيكسد لايت كاندل انسايد بيزن كونتينينج كولورد ووتر، وهنجيب كفرد كاندل ويز جرادويتد سلندر، هنجيب شمعه وهنحطها في جرادويتد سلندر وهنحط عليها جرادويتد سلندر جوه ووتر. هنلاقي ان الكاندل يحصل لها ايه بقى؟ الووتر الكاندل هتطفي والووتر يحصل لها رايز اب، هتطلع تو 1/5 اوف ذا سلندر، والميه هتطلع لغايه ايه؟ 1/5 خمس الايه الفوليوم بتاع السيلندر. استفدنا من كده ايه؟ ان الاكسجين كونسيومد ان ذا بيرنينج اوف كاندل، الاكسجين عمل ايه؟ طفى الكاندل. ليه؟ لان الاكسجين نسبته في الاتموسفير او في الاير 1/5 اوف ذا اير فوليوم. طبعا الووتر حصل لها ريبليس ذا كونسيومد اكسجين، والووتر طلعت مكان الاكسجين اللي الكاندل استخدمته. يبقى الكاندل بيستخدم الاكسجين عشان ايه؟ تطفي، والووتر هتطلع مكانها لان ان الووتر طلعت 1/5 من الايه من الفوليوم بتاع السلندر. دي تبقى اكسبيرمنت بتاكد لنا ان الفوليوم اوف اكسجين 1/5 اوف ذا فوليوم اوف اتموسفير. وبكده نكون انتهينا من حصه النهارده، وان شاء الله هنكمل الحصه الجايه.